السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة هنتكلم فيه عن منتج مصري حلو قوي 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 قوي، والناس دايما متعودة ان نادرا لما نلاقي حاجة منتج تجميلي من شركات مصرية، نادرا لما نلاقي حاجة زي كده. فالمنتج اللي هنتكلم عليه النهاردة ده منتج بجد حلو جدا. كل الناس اللي جربته مفيش حد قال عليه حاجة وحشة، بس هو عاوز الاستمرار. فلو عاوزين تعرفوا ايه هو المنتج وايه استخداماته ومكوناته وكل حاجة عنه وحتى السعر، كملوا معايا الفيديو الاخر ويلا بينا نعرف ايه هو. اول حاجة هنتكلم عنها، اسمه هو ستار فيل، تاني اسمه ستار فيل كريم، ستار فيل وايتنج كريم. ايه هو ستار فيل ده؟ اكيد معظمنا سمع عنه. هو كريم تفتيح، بس كريم تفتيح بجد جبار من الاخر، لاي منطقة في الجسم، مهما كانت اي منطقة غامقة عندكم في الجسم، مهما كانت بجد هيفتحها، بس عاوز وقت واهتمام برضه. فالاول هنتكلم عن مكوناته. هو بيتكون من عرق السوس والبابونج وشمع العسل وفيتامين اي وفيتامين سي والبانسينول، ده اللي هو مرض. كل المكونات بتاعته حلوة جدا ومفيدة، معروفة طبعا فوائدها للبشرة. استخداماته زي ما قلنا ان هو كريم تبييض وتفتيح لاي منطقة غامقة في الجسم، سواء الوش بقى او الكوع والركب ومنطقة البيكيني كمان. لما معظم الناس جربته على منطقة البيكيني، هي بتبقى اكتر المناطق غمقان في الجسم، فكل اللي جربه حقيقي شكر فيه. لما عايزين بقى تجربوه، هو تاخدوه مثلا على انه كورس 3 شهور، بتجيبوا كذا علبة. لو لمنطقة البيكيني يعني اللي انا جربته ليها، كورس 3 شهور وهتشوفوا نتيجة بجد هتصدمكم يعني، مع برضو التقشير والترطيب. هنقشر المنطقة اللي احنا عاوزينها تبقى فاتحة مرتين في الاسبوع. ولو عايزين اقول لكم على حاجة نقشر بيها طبيعية يعني، هقول لكم في فيديوهات تانية. بس يعني ناخده على ان كورس 3 شهور، هنجيب كذا علبة منه، هو رخيص مش غالي. مثلا عروسة بقى، بنوتة عادية، واحدة متجوزة، ايا كانت، واي منطقة في الجسم تقدري تستخدمي ليها. بس تاني تالت مرة ورابع مرة اقولك لازم الاهتمام الاهتمام الاهتمام، ونرطب كويس ونعمل تقشير، بجد هتشوفوا نتيجة حلوة قوي. اخر حاجة هقولها لكم، سعره هو 65 جنيه، وده سعره عادي بالنسبة، يعني سعره مش غالي بالنسبة للمنتجات اللي بنشوفها اليومين دول. هتلاقوا يا 65 يا 75، مش هيزيد عن كده، ولو زاد مش هيزيد عن 100 جنيه. فسعره حاجة هبلة بالنسبة للكريمات تانية يعني، وكل الحاجات اللي فيه، كل المكونات اللي فيه موجودة في كريمات غالية جدا. فليه بقى؟ طب ما احنا نستخدم ده ونستمر عليه فترة، وان شاء الله هتلاقوا نتيجة كويسة. واللي جربه يسيب لي تحت في الكومنتات، ويقول لي تجربته معايا كانت عاملة ازاي، ولو في كريم تاني جربته ياريت تكتبه لنا تحت في الكومنتس. واشوفكم الفيديو الجاي، وسلام.